الأنكتاد تؤكد أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. ستولتنبيرغ يقول إن قادة الناتو سيؤكدون في قمة ليتوانيا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف. على وقع خطة طوكيو للتخلص من ماء مشع في المحيط الهادي، الصين تحظر استيراد مواد غذائية من اليابان. ثالثة مساء في القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد بمناخ الاستثمار في مصر، مشيرا في تقرير له أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر تعد وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على تقرير الأنكتاد الذي أظهر تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت نحو 11 مليار و400 مليون دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات نحو 5 مليارات و100 مليون دولار عام 2021، كما احتلت مصر المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2016 حتى 2020. طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية. احنا ولادك يا بلادي في دمنا. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها، وكل المنفذ ده اسعاره يعني مش موجوده في حته تانية، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامله حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الاصناف كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حرة يا بلادي في كل الأزمنة ووقت لما تحتاجين. كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة، وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفيضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت، وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. مبادرة جميلة ممتازة، وفرت للناس كتير، يعتبر الحاجة اللي معروضة بأقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على إن هو بيهتم بالناس الغلابة. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب،
أنا اديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة عالغريب في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان وبلدي جدا التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. 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 أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن إجمالية الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى الخامس من يوليو الجاري بلغت حوالي 4,654,246 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها نحو 717,896 طنا عن العام الماضي. كما أشار القصير إلى أنه لأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1,900,000 طن. كما وجه وزير الزراعة الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين، كما أشاد بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديري. ولمزيد من التابعة ينضم إلينا الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. مرحبا بك دكتور أشرف. أهلا بحضرتك ومشاهدي القناة الكرام. أهلا بحضرتك دكتور أشرف، كيف تقرأ التقدم الذي حققته صادرات المصرية الزراعية وإلى ماذا نعزو هذا الارتفاع؟ هذا تقدم كبير بالفعل، والصادرات الزراعية المصرية هذا العام هي قصة نجاح بمختلف المقاييس. نعم. الرقم الذي ذكر هو رقم بالأداء النصف سنوي وهو يزداد بنسبة كبيرة عن العام الماضي، علما بأننا العام الماضي كنا قد تجاوزنا حاجز 6.5 مليون طن. ويلفت النظر أن صادرات الموالح ارتفعت بشكل كبير، تجاوزت 1,900,000 طن، واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح بدلا من أسبانيا التي كانت تحتل المرتبة تلك المرتبة تقليدية. وسؤال حضرتك لماذا نعزو هذا التقدم؟ هذا التقدم يرجع بشكل رئيسي إلى فكرة الجودة. نعم. الجودة هي كلمة السر لولوج الأسواق العالمية، ويتم ذلك من خلال جهود حثيثة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعة دؤوبة من معالي الوزير السيد القصير وعمليات التكويت والتتبع للمحاصيل الزراعية بدءا من القطف وصولا إلى مائدة المستهلك، مع دور الحجر الزراعي الذي يعمل على منع الإصابات الحشرية إما للدخول إلى مصر أو تصدير منتجات بإصابات حشرية. ولم يتم رفض أي شحنة من شحنات الصادرات الزراعية المصرية وكانت كلها مقبولة بشكل كبير. بمعنى أن وراء هذه المرتبة المتقدمة من الصادرات الزراعية في مصر وراءها خطة دؤوبة قامت بها الدولة المصرية حتى تحتل هذه المرتبة. هذا صحيح. نعم. وهذا عمل لفريق متعدد التخصصات، الحجر الزراعي، المعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة منها معمل متبقيات المبيدات، حيث أنه غير مسموح بوجود متبقيات على سطح الاستثمار من المبيدات إلا بأجزاء تقدر بالمليون، ونحقق مواصفة ما يعرف بالجلوبال كاب، مواصفة عالمية هامة جدا في السوق العالمي. دكتور أشرف، سؤال أخير، تأثير هذا اقتصاديا على الاقتصاد المصري؟ أثر كبير، ومهما بحث الاقتصاديون عن أسلوب لمواجهة أزمات ميزان المدفوعات والعملة الصعبة فلن يجدوا ملاذا أفضل من القطاع الزراعي. نعم. سواء للإحلال محل الواردات أو لزيادة الصادرات بشكل كبير وزيادة العملة الصعبة بالجانب الإيجابي من الميزان. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لك. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة. أدان المجلس الوطني الفلسطيني مقتل شابين فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها البلدة القديمة في مدينة لابلس شمال الضفة الغربية. وقال المجلس في بيان له إن ما حدث جريمة حرب وإعدام ميداني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستخدام إسرائيل المفرطة للقوة خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة مطلع الأسبوع. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن التصعيد العسكري يعزز التطرف ويؤدي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء، داعيا إلى إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادة عبر تحقيق حل الدولتين. الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم مكتظ للاجئين شكلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين. وأدعو إسرائيل مرة أخرى إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها. وأذكر إسرائيل بصفتها قوة احتلال بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من كل أعمال العنف. أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلق بلاده العميق من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة وما تضمنه من هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، حيث أكد أوستن أهمية التعاون بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتخفيف التصعيد واتخاذ خطوات ملموسة نحو تقوية الأمن لإسرائيل وفلسطين على حد سواء. إلى ذلك يعاني سكان مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين من أوضاع معيشية صعبة في ظل التضييق عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. صعوبة الأوضاع في مخيم جنين زاد من وطأتها العدوان الإسرائيلي الأخير عليه، في وقت يعاني فيه سكان المخيم من آثار الدمار ونقص الخدمات الأساسية. حجم الخسائر في المخيم كثيرة، يعني كثير في خسائر، فهذه لازم الدول المانحة هي اللي تساعد هذا المخيم، وهي هذه اللي تعيد بناء البنية التحتية له. يعني في دور احنا شفت يعني فطنا دور كثيرة متضررة، في مثل ما انت شايف الشوارع حتى المي. احنا بدنا مساعدات نصلح بيوتنا، ما بدنا مساعدات اكل، صح بتجيبونا وعلى عيننا وراسنا، بس ما برضو ما يكفي انه للدور، لانه في ناس تاخذ في ناس ما. وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر. هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ميناء أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، ماذا عن أوضاع المصريين الوافدين من السودان إلى الأراضي المصرية؟ اليوم الجمعة وهنا من أبو سمبل، وعلى خلفية الصراع المسلح في السودان لا يزال يتوافد السودانيون عبر المعابر البرية بين مصر والسودان، وخصوصا من معبر قسطلة الحدودية الذي يبعد عنا مسافة قريبة. حين يعبر الوافد السوداني من قسطل ويركب المعدية النهرية التابع لمجلس المدينة هنا، ينتقل من شرق بحيرة ناصر وفي رحلة نهرية تستغرق نحو الساعة، وحتى غرب بحيرة ناصر انتهاء به إلى هنا في مدينة أبو سمبل، وبذلك يكون قد دخل بالفعل إلى أراضي جمهورية مصر العربية. نستعرض سريعا بعض وأهم الأحداث الخاصة بالمعبر، تحديدا منذ بداية المشكلة في السودان، وقد توافد على مصر أكثر من 250 ألفا من النازحين من 25 جنسية، معظمهم من الجنسية السودانية. تم طبعا إجلاء جميع الرعايا المصريين من السودان بالكامل وعودتهم إلى أرض الوطن. الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية لاحتواء الفارين والنازحين والوافدين من السودان الشقيق إلى جمهورية مصر العربية، سواء من سيقيمون فيها أو من سيعودون إلى بلدانهم من جنسيات أخرى، قدمت مصر خدمات، أهمها الخدمات الطبية والخدمات الخاصة بوزارة الخارجية بالتوازي. الخدمات الطبية كانت كالدفع بالسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، توفير أطقم طبية على أعلى مستوى، وأيضا تم التنسيق مؤخرا بين محافظة أسوان وبين وزارة الصحة المصرية بشأن توفير لانش سريع، لانش طبي سريع، كأنه سيارة إسعاف ولكن لانش إسعاف سريعة. هذا اللانش يستطيع التعامل مع أربع حالات طبية في وقت واحد في حال وقوع أي حادث نهري لا قدر الله، والوصول به إلى المستشفيات المعنية لتقديم الخدمات الطبية حال وقوع مثل هذه الحوادث المحتملة. أيضا تمت زيادة عدد سيارات الإسعاف في الأسطول الطبي لمحافظة أسوان إلى نحو 107 من السيارات، وبذلك يعود النفع ليس فقط بخصوص هذه المشكلة ولكن على المواطن الأسواني بصفة عامة. نطاق عمل اللانش السريع الذي سيدخل الخدمة قريبا في بحيرة ناصر هو بحيرة ناصر بصفة عامة، يخدم في هذه المنطقة. طبعا نتحدث عن رفع عدد موظفي الجوازات والهجرة من قبل وزارة الخارجية المصرية ل يعني عمل سهولة تيسير الدخول، نعم، لاستخراج تيسير الدخول واستخراج التأشيرة الإلكترونية التي نشدد دائما وشددت عليها الدولة المصرية أن استخراج التأشيرة الإلكترونية لا يدخل المواطن إلى مصر إلا بعد استخراجها، حتى يحفظ حق الدولة في معرفة من يتواجد على أرضها بشكل رسمي، وحتى يحفظ حق المواطن الذي يلجأ إلى مصر ويتوافد إلى مصر من وقوعه تحت طائلة التزوير أو النصب أو الاحتيال، وبالتالي طائلة القانون، ويكون وجوده غير شرعي في البلاد. نعم، وطبعا أيضا على المعبر يوجد خدمات الصراف الآلي لتغيير العملات، وتوفر الدولة المصرية أيضا خدمة المكالمات الدولية للسودانيين، لأن بعض الأسر مثلا يحضر الزوجة والأبناء والأب لم يحضر حتى الآن، ويعني للم شمل الأسرة المصرية. نعم، إذن هي جهود مستمرة للسلطات المصرية لتيسير الدخول في ظل أزمة سودانية من السودان الشقيق إلى الأراضي المصرية. أشكرك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من أمام ميناء أبو سمبل. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن الحلف يحاول تسريع مسار انضمام أوكرانيا إليه. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار ستولتنبرغ إلى أن قادة الناتو سيؤكدون في قمتهم في ليتوانيا أن أوكرانيا ستصبح عضوا، كما لفت إلى تحقيق بعض التقدم في مسار انضمام السويد للناتو.
نحن نحاول قدر الإمكان من تقريب أوكرانيا من دول الناتو ولانضمامها كعضو كامل. وأنا متأكد أنا أعتقد أيضا ستمكننا من التطرق إلى المسألة الخاصة التي تتعلق بعضوية أوكرانيا، ولكن لن أغوص في تفاصيل ذلك لأن الأمر سيعلن عنه حين يتم تقرير ذلك في استنتاجات قمة فيليوس. أنا أتطلع قدما للترحيب بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي خلال قمة الناتو، وأن يشارك أيضا في الجلسة الافتتاحية لمجلس أوكرانيا والناتو. أعلن الكرملين اعتزامه متابعة نتائج الاجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولودمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان، حيث ستجرى مناقشة التمديد المحتمل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحدث مع أردوغان قريبا. يناقش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف. زيارة زيلينسكي إلى تركيا تأتي بعد زيارات إلى بلغاريا وجمهورية تشيك في إطار جولة في بعض عواصم حلف شمال الأطلسي، بهدف تشجيعهم على اتخاذ خطوات ملموسة في قمة الأسبوع القادم نحو منح كييف عضوية الحلف. وقال مسؤول تركي إنه بالإضافة إلى صفقة الحبوب وتبادل المحتمل للأسرى سيتم مناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى لمواجهة القوات الروسية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن عدم توفر أسلحة طويلة المدى يصعب من القيام بعمليات هجومية أو دفاعية. من جانبه قال رئيس الوزراء التشيكي أن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساهمة في إعادة أعمار أوكرانيا. من أجل حشد الدعم لتسريع انضمام بلاده لحلف شمال الأطلنطي، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة أوروبية استهلها بزيارة بلغاريا، وذلك قبل نحو أسبوع على قمة الناتو في ليتوانيا. وخلال وجوده في بلغاريا أعلن زيلينسكي اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، داعيا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار بلاده. ومن جانبه انتقد الكرملين زيارة زيلينسكي لبلغاريا العضو في الناتو، معتبرا أن الرئيس الأوكراني يحاول جر دول أخرى للصراع بين البلدين. وبعد نهاية زيارته لبلغاريا توجه زيلينسكي لتشيك، حيث دعا من هناك قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح العضوية لكييف في قمة الأسبوع المقبل. وتلقى زيلينسكي دعما خلال وجوده في براغ من الرئيس التشيكي الذي أيد مسعى كييف للانضمام إلى التحالف.
وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 من يوليو في فيلينيوس عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي الأزمة مع روسيا. وفي أحدث تطور على ساحة المعركة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت ليفيف بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود، مضيفة أنه تم إسقاط بعض من هذه الصواريخ. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن صاروخاً روسياً أصاب مبنىً سكنياً في ليفيف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات خلال الليل على قواعد للقوات الأوكرانية ومخازن لعربات مدرعة أجنبية بها أسلحة عالية الدقة. قال متحدث باسم الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر أمس في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة بخموت شرق البلاد، وأنها لا تزال تقوم بعمليات هجومية على طول الجبهتين الشمالية والجنوبية. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات حققت نجاحا جزئيا بالقرب من قرية كلاجكا إلى الجنوب الغربي من بخموت مباشرة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله قبل أيام إن قوات موسكو صدت هجوما أوكرانيا على كلشافكا وتقوم بتمشيط المنطقة لطرد القوات الأوكرانية المتبقية منها، ويساعد التأمين الخاص بها أوكرانيا على استعادة السيطرة على المدينة أو مدينة بخموت بشكل خاص، والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد معارك ضارية على مدار 10 أشهر. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. وقالت بيربوك أن ألمانيا تعارض ذلك أيضا بصفتها عضوا في اتفاقية الذخائر العنقودية التي تم التوقيع عليها في العاصمة النرويجية أوسلو عام 2008، التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن كانت على علم بالهجوم الأوكراني المضاد وأنها قدمت كل الدعم لكييف. أضاف كيربي أن واشنطن تحركت وبسرعة غير مسبوقة وقدمت مساعدات أمنية إلى أوكرانيا خلال آخر 16 شهر. وأكد كيربي أن واشنطن مستمرة في مناقشة تقديم ذخيرة عنقودية لكييف، مشيرا إلى أنه لن يستبق قرار رئيس بايدن بهذا الصدد. توصلت رئاسة المجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع ممثلي البرلمان الأوروبي بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة والصواريخ داخل الدول الأعضاء. وتنص لائحة الاتفاق على توفير 500 مليون يورو على وجه السرعة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم تكثيف القدرات التصنيعية لإنتاج ذخائر أرض أرض والمدفعية وكذلك الصواريخ، بالإضافة إلى تأمين زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذخيرة الأوروبية لصالح أوكرانيا ودول الأعضاء في التكتل.
قال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تصرح أو تدعم إجراء اجتماعات سرية عقدها مسؤولون كبار سابقون في الأمن القومي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومسؤولين روس آخرين حول إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كانت وسائل أعلام أمريكية قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين سابقين من بينهم من ينتسبون للبنتاغون اجتمع مع لافروف في نيويورك في أبريل، وأشارت إلى أن شخصا واحدا على الأقل لم تحدد هويته من المجموعة سافر إلى روسيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن لم توافق على هذه المباحثات، مؤكدا أن سياسة بلاده تنص على أن لا شيء يخص أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا. وأضاف المتحدث أن الإدارة الأمريكية ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ليكون بوسع المسؤولين الأوكرانيين التفاوض من مركز قوة حينما يعتقدون أن الوقت المناسب قد حان. إلى ذلك أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة تحذر تقدما بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها. وفي تصريحات له أوضح غروسي أن مسؤولين قاموا بزيارة مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على إذن بالزيارة أو لزيارة السطح الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه، مشيرا إلى أنها منطقة قتال ومنطقة حرب نشطة، لذلك قد يستغرق الأمر وقتا للحصول على التصريح. هذا ويؤكد الجيش الأوكراني أنه رصد أجساما شبيهة بالأجهزة المتفجرة على سطحي المفاعلين الثالث والرابع في محطة زابوريجيا النووية. أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن. وخلال لقاء مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن في بكين، قال لي تشيانغ إن زيارة يالن إلى الصين تعد إشارة قوية إلى زيادة التوقعات بعودة الهدوء إلى العلاقات بين بكين وواشنطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التوترات وهو ما يتوقع أن ينتهي خلال الفترة المقبلة. هذا وقد استهلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن زيارتها إلى بكين والتي تستغرق 4 أيام بالدعوة إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها سيقاومون الممارسات الاقتصادية غير العادلة للصين. وقالت يالن أنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل علاقة مستقرة وبناءة بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان. محادثات مكثفة أجرتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن خلال زيارتها إلى الصين بهدف تهدئة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين البلدين، حيث لا يزال أكبر اقتصادين في العالم يشهدان معدلات توتر كبيرة تأتي انعكاسا للعلاقات السياسية المتوترة بينهما. وبدأت يالن اجتماعاتها في بكين بمباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي الصيني وكبير مسؤول الاقتصاد في البلاد سابقا، حيث أعربت عن تطلع واشنطن إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة والشركات الأمريكية وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية. نعتقد أنه من مصلحة كلا البلدين التأكد من أن لدينا خطوط اتصال مباشرة وواضحة على المستويات العليا. في المجال الاقتصادي يمكن أن تساعدنا التبادلات المنتظمة مع نظرائنا الصينيين في مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية.
وعلى الرغم من أهمية الزيارة اقتصاديا، فإن سقف التوقعات المرتبط بها ليس مرتفعا، حيث يقر المسؤولون من كلا الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية في الوقت الراهن من تعميق العلاقات الاقتصادية، وهو ما أكدته يلين بقولها إن الزيارة تتيح فرصة للتواصل وتجنب أي سوء فهم مع الجانب الصيني، وإن واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عندما تقتضي الحاجة. وزارة المالية الصينية من جانبها أعربت عن أمل بكين في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم، وهو ما تعهدت به وزيرة الخزانة الأمريكية خلال اجتماعاتها مع كبار المسؤولين الصينيين. المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين لم تنعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي سجل رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأمريكي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية، ولكنه انعكس بشكل مباشر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية، حيث تفرض واشنطن قيودا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهو الأمر الذي دفع بكين للرد بفرض قيود على تصدير الجيليوم والجرمنيوم، وهما معدنان يستخدمان على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. حرص وزيرة المالية الأمريكية على إطلاق رسائل طمأنة للجانب الصيني منذ وصولها إلى بكين يؤكد الرغبة الأمريكية في تخفيف حدة التوتر بين القوتين العالميتين، إلا أن الجانب الصيني ما زال يريد أن يرى تغيراً أمريكياً ملموساً على أرض الواقع. بلغ عجز الميزانية الروسية للنصف الأول من العام الجاري نحو 28 مليارا و260 مليون دولار، وهو يتقلص بشكل حاد في يونيو مع تراجع الاتفاق والإنفاق وتحسن الإيرادات. وسجلت روسيا فائضا يقدر بتريليون و480 مليار روبل في النصف الأول من العام الماضي، لكن النفقات الكبيرة لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز أضرت خزائن الحكومة الروسية. قالت السلطات اليابانية ونيوزيلندية إن أوكرانيا قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي. من جانبه قال وزير الاقتصاد الياباني إن بلاده بصفتها عضوا في الاتفاقية يجب أن تقيم بعناية ما إذا كانت أوكرانيا تفي تماما بالمستوى العالي من الاتفاقية من حيث الوصول إلى السوق والقواعد، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في نيوزيلندا في 16 من يوليو الجاري. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقالت المنظمة إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ في المتوسط 122.3 نقطة في يونيو مقابل 124 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وتعد قراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل من 23.4% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس من عام 2022. وفي تقرير منفصل توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي، وبزيادة 1.1% عن مستويات عام 2022. وقد انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنه من المتوقع استمرار الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي في النمو خلال السنوات العشر القادمة، ولكن بوتيرة أبطأ من العقد السابق.
ووفقا لتقرير للمنظمة فإن الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والأسماك سينمو بمتوسط معدل سنوي قدره 1.1%، وذلك على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن احتمالية استمرار الضغوط التضخمية تشكل خطرا سلبيا على الطلب العالمي على الغذاء وإنتاجه. سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3% إلى 69 مليار دولار. في مؤشر على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي رغم تزايد مخاطر الركود. وزارة العمل الأمريكية أكدت على أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ب 12 ألف طلب لتصل إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021، وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي. من جانبها كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3% إلى 69 مليار دولار، كما انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2021. صادرات الإمداد والمواد الصناعية سجلت أيضا أدنى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين، مع تراجع صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر من العام 2021. يأتي هذا في حين تتزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول، وبعد هذه البيانات والتي أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو والذي مال إلى التجديد. تعتزم الصين حظر استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية بعد خطة طوكيو لتصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة في المحيط الهادئ. ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة الحكومة اليابانية للتخلص من حوالي 1.33 مليون طن من المياه الملوثة والمخزنة في موقع محطة فوكوشيما. بعد مرور 12 عاماً على حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان والذي وقع بسبب موجات المد العاتية تسونامي عام 2011، نفدت المساحة الموجودة داخل مجمع المحطة والمستخدمة لتخزين المياه الملوثة التي تمت معالجتها لإزالة النظائر المشعة، وعليه قررت الحكومة اليابانية التخلص من المياه بإطلاقها في المحيط الهادئ. الخطة اليابانية والتي تثير الجدل داخلياً ما بين مؤيد ومعارض تشمل تصريف أكثر من 1,300,000 طن من المياه المشعة المعالجة والتي يتم تخزينها في مصنع معطل شمالي العاصمة طوكيو بعد استخدام معظم هذه الكمية الكبيرة من المياه لتبريد مفاعلات نووية دمرتها أمواج تسونامي. التفاعلات من دول الجوار تنوعت مع التوجه الياباني، إذ قالت كوريا الجنوبية إن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة تفي بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلامة العالمية، وذلك بعد إجراء سول تقييمها الخاص بشأن قضية شائكة تلقى معارضة كبيرة من الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، والذي أكد ضرورة معارضة الحكومة للخطة وإحالة الأزمة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. وعلى الرغم من موقف كوريا الجنوبية، تواجه اليابان معارضة مستمرة من الصين لخطتها لاعتبارات تتعلق بمدى شرعية إلقاء المياه في المحيط وصلاحية المعدات التقنية وخطة المراقبة. وفي تأكيد لرفض بكين، أفادت وسائل إعلام صينية بأن خبيراً صينياً في مجموعة مراجعة الخطة لدى وكالة الطاقة الذرية أصيب بخيبة أمل إزاء تقرير الوكالة الذي وصفه بالمتسرع. رافائيل جروسي مدير وكالة الطاقة الذرية حاول طمأنة الجميع إزاء التقييم وسعى إلى شرح نتائج الوكالة وإزالة التخوفات. أعتقد أنه من المنطقي تماماً أن تكون هناك تخوفات لدى الأشخاص الذين ليسوا خبراء في هذه الأمور. واجبنا أولاً وقبل كل شيء هو اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الضرر.
ومن ثم طمأنة المعنيين بالأمر. ولهذا السبب ألتقي بالجميع وأشرح لهم في ظل عدم قبول البعض وتشككهم الدائم حيال الموضوع، الذي هو منطقي أيضاً بالنسبة للطبيعة البشرية. البعد الاقتصادي للقضية ليس بمنأى عن مواقف دول الجوار من الخطة، إذ أعلنت الجمارك الصينية اعتزامها منع استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية رداً على خطة طوكيو، وهو ما يعد ضربة جديدة لصناعة صيد الأسماك اليابانية تحديداً، والتي ما زالت تصارع شائعات منتشرة حول سلامة ما يتم اصطياده من أسماك منذ وقوع حادث فوكوشيما. أطلقت الولايات المتحدة تدمير آمنة لصواريخها المحملة بغاز الأعصاب المعروف باسم السرين، ومن خلال عملية التدمير واشنطن إلى تأكيد رفضها انتشار برامج الأسلحة الكيميائية التي تشدد على أنها لم تعد مقبولة في ساحات المعارك في ظل عدم انضمام عدد من الدول إلى اتفاقية حظرها. أعلنت الحكومة السويسرية أن وزراء الدفاع سويسرا وألمانيا والنمسا وقعوا مذكرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية. وتعد منظومة سكاي شيلد الأوروبي هو مخطط دفاع جوي مشترك أنشأته ألمانيا في عام 2022 لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي، وهي القضية التي أصبحت موضع تركيز أكثر حدة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. هددت شركة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا بسبب حقوق الملكية الفكرية، وطلبت تويتر شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر. المنافسة مقبولة لكن الخداع مرفوض، عبارة أطلقها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر رداً على إطلاق شركة ميتا لمالكها مارك زوكربيرغ منصة ثريدز أو ما يعرف باسم قاتل تويتر لمنافسة الموقع المتربع على عرش منصات التغريدات القصيرة لسنوات عديدة. تويتر هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا وفقاً لما يسمى بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ومطالبة ميتا اتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية. كان للتوقيت أهمية كبيرة في الإقبال الكبير على ثريدز الذي شهد مشاركة عشرات الملايين في ساعات معدودة، حيث تزامن الإطلاق مع إجراءات تويتر غير المألوفة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الحصول على مقابل مادي للحسابات وتحديد عدد معين من المنشورات لقراءتها يومياً، فضلاً عن حذف العديد من الحسابات. خدمة ثريدز المصاحبة لتطبيق إنستغرام تشبه إلى حد كبير تطبيق تويتر، فهي تتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، لكنها لا تتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة، كما يمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق. ويعني تصدر ثريدز متاجر التطبيقات المجانية في بريطانيا والولايات المتحدة احتدام المنافسة بين الطائر الأزرق وغريمه الجديد، خاصة في ظل محاولة ماسك الاستفادة من صفقته المليارية لشراء تويتر.
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة أنتي بوليوشن إيجيبت خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية. وخلال جولته التفقدية لمصنع شركة أنتي بوليوشن العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، أرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن تصبح شركة أنتي بوليوشن إيجيبت الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الوعيدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وتجسيدا للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1069 من المواطنين بالإضافة إلى تحويل 26 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخمس حالات. بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية والأشعة بالمجان للمواطنين وإقامة عدد من الندوات التثقيفية. تم التنسيق بيننا وبين الصحة لخدمة المواطنين في حياة كريمة، وإحنا في استقبال المواطنين كلها وبنسعى جميعا لراحة المواطنين وتقديم خدمة مميزة. بالفعل جت الصحة على أكمل وجه وكل الأقسام موجودة وكل الخدمات موجودة. كشفت عظام وكشفت بطنة ولقيت المقابلة حلوة وهم ناس محترمين وياريت تتكرر تاني لأن عملوا لي اللازم وحولوني أعمل عملية غضروف في دمياط مبنى اللي جنب المحافظة بتاع المستشفى العام ويشكروا على جهودهم. ختام النشرة عناوين الأخبار. الأونكتاد تؤكد أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية. ستولتنبرغ يقول إن قادة الناتو سيؤكدون في قمة ليتوانيا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف. على وقع خطة طوكيو للتخلص من ماء مشع في المحيط الهادئ، الصين تحظر استيراد مواد غذائية من اليابان. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.